لو انت ما بتصدقش بالوحوش البحرية فكمل معايا الفيديو ده. سمكة التنين السوداء هي سمكة مش عادية خالص، هي خبيرة في التنكر، فجلدها الاسود بيمتص كل الضوء تقريبا وبيجعلها غير مرئية تماما في الاعماق المظلمة. اما في وقت الصيد فبيطلقوا العنان لسلاحهم السري، التوهج البيولوجي، الضوء الساحر ده مش بس بيساعدهم في الرؤية، كمان هو بيعمل كخدعة ذكية جدا لاصطياد الفرائس، وده بفضل اسنانهم الطويلة الحادة اللي بتنقض وتنتزع الفريسة من مكانها بسهولة. اما الانياب الطويلة ممكن بتمنعهم انهم يقفلوا فمهم، لكنه تمن بسيط تدفعه مقابل شراسة الأسنان. لكن على الرغم من مظهرها المخيف فهي مش وحش ضخم في الواقع، هي تقريبا في حجم يد إنسان، بس ما تخليش حجمها الصغير يخدعك. فالسمكة الصغيرة دي هي خبيرة وبتعيش في واحدة من أصعب الأماكن على وجه الأرض. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك.